الجريان لولاية بكايت. تو دابور افون كومونسي نترحم على شهداء الواجب الوطني اللي توفوا اللي قدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن وفداء لسكان المناطق المنكوبة جراء هذه الحرائق التي ابتليت بها ولاية بجاية وولاية تيزي وزو. الهلال الأحمر الجزائري لم يبقى مكتوف الأيدي، هذا لعلم المواطنين والشعب الجزائري أن الهلال الأحمر الجزائري لولاية بجاية منذ الوهلة الأولى كان في الميدان يا لا كونتريبيسيون تاعنا، المساعدة تاعنا تتمثل في المواد الغذائية التي وزعت منذ 11 من هذا الشهر على مستوى البلدية المنكوبة، وتتمثل في مساعدة المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري التي تقدر ب 20 طن من المواد الغذائية. كذا المكتب الولائي ثاني كذلك قدم مساعدات في الميدان لهذه المناطق المنكوبة والتي تتمثل في مواد غذائية والمواد الصيدلانية. وكذلك رانا نوجدوا في قافلة تضامنية التي يكون على متنها أطباء وممرضين ومسعفين لإسعاف المرضى الموجودين على مستوى هذه البلديات والمنكوبين جراء هذه الحرائق. Je tiens à présenter mes vifs remerciements pour nos bénévoles qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter aide et assistance à cette population en détresse au niveau de notre wilaya ou des wilayas touchées par cette lacare. نشكر ثاني الهبة الشعبية التي لاحظناها سكان ولاية بجاية ولا ولاية أخرى، لاحظنا تضامن الشعب الجزائري في هذه المحنة وتلاحمهم فيما يخص هذه الحالة التي تضررت ولايتنا منها. السلام عليكم، إن شاء الله ربي يجيب الخير إن شاء الله.